صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل في قوله تعالى أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، يقول هل يجوز أن يقال إن الله تعالى زارع ومن أسمائه الزارع؟ لا، ما ورد هذا أنه من أسمائه الزارع، هذا من أفعاله، هذا من أفعاله سبحانه وتعالى، وهذا من باب الإخبار، ما هو من باب التسمية، من باب الإخبار. نعم.